مرض السكري هو مرض مزمن منتشر بشكل كبير يعاني منه المريض طوال حياته، ويتمثل مرض السكري بارتفاع نسبة السكر وتحديداً الجلوكوز في الدم، إذ يعد الجلوكوز المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم. أعراض السكر هي العلامات التي تدل على الإصابة بمرض السكر والإشارة إلى وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المرض في مراحله الأولى وقبل تطوره، وتختلف بداية ظهور العلامات وفقاً لنوع مرض السكر، حيث أن هناك النوع الأول الذي تظهر أعراض الإصابة به على وجه السرعة خلال أيام أو أسابيع من حدوثه. أما النوع الثاني من مرض السكر فإن أعراض الإصابة به تحدث على المدى الطويل، حيث أن الشخص المصاب لا يظهر عليه الأعراض حتى يتطور المرض ويؤدي إلى حدوث مضاعفات. وتتشابه أعراض مرض السكر بنوعيه كثيراً، وتتمثل أهم أعراضه فيما يلي: الجوع الشديد، العطش، كثرة التبول، فقدان الوزن، عدم وضوح الرؤية، التعب والوهن، جفاف الفم وحكة الجلد. الوقاية من السكري: في النوع الأول من السكري لا يوجد سبل وقاية من الإصابة بالمرض طالما أن السبب وراء الإصابة به مجهول حتى الآن. أما في السكري النوع الثاني وسكري الحمل، فبالتأكيد اتباع نمط حياة صحي قد يساهم بشكل كبير في ذلك أو في منع تطور المضاعفات.